الحمد لله فضل الله عز وجل. اليوم تقدمت قوات البركان في محور عين زارة على 4 شوارع فاطمة الزهراء، تمكنت من السيطرة عليها بالكامل، وتم أسر عدد من قوات حفتر. نحن شفنا المشاهد اللي قبل قليل على الدمار، كيف توصف هذه المشاهد الدمار اللي شفناها قبل قليل في الكاميرا؟ والله هذه تمت الكاميرا بتصوير الدمار الشامل، يعني دمار شامل لبيوت الناس، كان بالأسلحة الثقيلة. هذا الدليل على أنه يستعمل كان في الأسلحة الثقيلة، الهاوزر والدبابة، فكان في أثر كبير في تدمير بيوت الناس ودمارها بالكامل يعني. والصور توضح أكثر من أن نحن نتكلم على مسألة الدمار، الصور توضح أكثر من أننا نتكلم على مسألة الدمار. فكانت بيوت الناس خاصة في منطقة عين زارة كان فيها تدمير كبير جدا. خلال تقدمنا معكم الآن نحن لقناة الجزيرة مباشر، شفنا وتقدمنا معكم إن الأماكن كانت تسيطر عليها قوات حفتر في هذا المحور عين زارة، يعني هل ممكن تقدر لنا المسافة اللي انسحبت منها قوات حفتر تحديدا، يعني ولو حتى تقريبي كم كيلومتر؟ يعني المسافة التقريبية اللي انسحبتها بين 3.5 كيلو إلى 4 كيلو انسحبتها قوات حفتر من نقاط هي كانت تسيطر عليها قبل 4 أو 3 أيام. الحمد لله فضل الله عز وجل، كانت تقدمات جيدة من قبل العيد. قبل العيد بيومين كانت تقدمات كويسة بكر يعني كبيرة، واستفادت منها قوات البركان. تقدمت لسوق غزة أولا قوات البركان وسيطرت عليه بالكامل، وثاني يوم تمت السيطرة على السراحة الحمراء، وكانت سيطرة كاملة على السراحة الحمراء وتمشيط المكان. واليوم فضل الله عز وجل تم السيطرة على 4 شوارع فاطمة الزهراء ومسجد فاطمة الزهراء، والسيطرة يعني كانت حتى هي كاملة، وتم فيها أسر وغنم يعني سيارات للعدو. وكانت المعارك هنا يعني طاحنة من 4 أشهر يعني في نفس المكان، وكان تدمير كبير جدا لبيوت الناس. ونسأل الله يعوضهم خير، ونسأل الله يفرج عليهم، ونسأل الله يرجعهم سالمين إن شاء الله في القريب العاجل لبيوتهم إن شاء الله في عين زارة، وكل المهجرين والنازحين في كل مكان إن شاء الله.
أجل.